للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، مرحبا بك. سد خامس لإيران في غضون 6 شهور، ما أثر تلك السدود التي تقيمها إيران على حصة العراق المائية؟ شكرا أخي العزيز. هذه السدود جزء من مجموعة سدود أقامتها إيران على نهري دجلة والفرات وروافدهم، وهذه بالحقيقة قبل هذه السدود اللي تفضلت تكلمت عنها، قطعوا مياه نهر الكارون وغيرها من الأنهار، مما سبب في أضرار بيئية كبيرة، حيث أن الملوحة في نهر شط العرب ازدادت بشكل كبير. وذكرت منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها قبل شهر تقريبا ازدياد الملوحة في نهري دجلة والفرات نتيجة انخفاض مياه هذه الأنهار بسبب السدود المقامة عليها من قبل إيران وتركيا. اتفاقية نعم، عذرا دكتور، اتفاقية قانون المجاري المائية أو الدول المتشاطئة يعني تلزم الدول المتشاركة بأخذ الموافقة قبل بناء أي سد حتى لا تتضرر باقي الدول كما هو معلوم دكتور. صحيح. يعني هل من معلومات أو تحليل أو معلومات إن صح التعبير تؤكد اتخاذ إيران هذه الخطوة في حين أن الحكومة العراقية لا نعرف موقفها؟ لا طبعا، ما في أي خطوة لإعلام الحكومة العراقية، وأكبر دليل على هذا اللي حضرتك تفضلت به أنه وزارة الموارد المائية قبل أسبوع أصدرت بيان حول نهري سيروان والزاب الأسفل. الحكومة العراقية لا تعلم لا من قبل إيران ولا تركيا، يعني إيران وتركيا مستغلة الوضع الموجود في العراق وتبني السدود اللي تريدها بدون استشارة أو إعلام للحكومة العراقية إطلاقا. وكالة الصحافة الفرنسية تحدثت أيضا عن موضوع كارثة نفوق الأسماك في العراق وتهديد الثروة السمكية. هذه السدود غير القانونية والتعامل غير العلمي طبعا للميليشيات مع الثروة السمكية، وهناك أيضا تهديدات من قبل مواطنين عراقيين، من قبل صيادين ومن قبل أهالي تلك المناطق للميليشيات، أو اتهامات عفوا للميليشيات بأنها قامت بتسميم هذه الأسماك خدمة لمصالح إيران. إلى أي مدى ترى أن ذلك منطقي؟ كل شيء حاليا غير المنطق هو منطقي حاليا في العراق مع الأسف، يعني لأنه في غياب تطبيق القانون القوي يفرض إرادته، والدول الجوار وعملائهم يفرضون ما يريدون. هاي المشكلة، لأنه ما الوضع حاليا يعني غير مستقر، والحكومة ملتهية بأمور أخرى، فتستغل دول الجوار هذا الضغط وتنفذ الأشياء اللي تريدها بغض النظر عن النتائج السلبية جدا على المواطن، مو بس على الثروة السمكية، مواطن بالدرجة الأولى. يعني لو تقرأ تقرير الأمم المتحدة اللي صدر قبل شهر اللي يذكر أنه آلاف المواطنين تركوا محافظاتهم نتيجة رداءة المياه وشحتها في خاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية. صيادو الأسماك يقولون أيضا أن الثروة السمكية مهددة منذ 4 سنوات من قبل الميليشيات. يعني لو تحدثنا دكتور عن تداعيات هذا الأمر أو الآثار السلبية أو آثار هذه السياسة التي تتبعها الميليشيات على مستقبل الثروة السمكية في العراق، كيف تنظر إليها؟ طبعا يعني انت السبب هذا الشيء هو انه يظل العراق يعتمد على الاستيراد الخارجي، والاستيراد الخارجي طبعا هذا يكلف مليارات الدولارات خاصه بالنسبه للاغذيه، فالمنتوجات الزراعيه والحيوانيه اللي نستوردها تكلفنا مليارات من الدولارات، وطبعا تستفاد منها الدول اللي تصدر لنا، والميليشيات تاخذ
ايضا راح تاخذ نسبه من هذه، فلذلك يحاولون انه تستمر هذه العمليه حتى يستفادون لا اكثر ولا اقل، والمتضرر هو المواطن. الدكتور نظير عباس الأنصاري المتخصص في شؤون المياه، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم.